الحقونا اسعارنا مجنونه النهارده. صلاح عتبه ارخص مكتب في مصر مش في العتبه وبس، لشغل السليبرات الحريمي والاطفال والبلاستيكات، واسعارنا من 3 جنيه ونص و15 جنيه، وعندنا شغل كمان ب 5 جنيه. كل اللي بتشوفوه قدامكم على الشاشه ده كان ب 27 جنيه، اي سليبر من اللي بتشوفوه دلوقتي ب 27 جنيه وبس، كل موديل بالوانه. عندنا كمان شحن محافظات، وعندنا موديلات اكتر هتشوفوها كمان في الفيديو، حتى فرو العرايس اللي بتشوفوه ده ب 27 جنيه بس. اللي يروح يقول جاي تبع مكة الكورنر ده كله بقى ب 50 جنيه، حاجات اعلى يا جماعة في الشكل وفي الخامة، حاجات خروج، شغل دي كله يا جماعة. الجنب ده كله زي ما انتم شايفين 35 جنيه، شوزات حريمي قمر والاطفال ده كان ب 25 جنيه، تشكيل كبير، واللي شايفينه ده برضو ب 35 جنيه. عندنا تشكيل كمان من الطبي، عندنا البوتات دي حريمي واطفالي كانت عاملة معانا 100 جنيه وبس، شوزات دي ب 40. الشغل ده كله موجود فين؟ عند صلاح عتبة يا جماعة. الشغل الطبي هتلاقوه موجود هناك، بلاستيكات الاطفال موجوده، العنوان في اخر الفيديو، على بركه الله النبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. ازيك يا صقر؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ بقى لنا كتير ما جيناش صورنا عند صلاح عتبه، وكتبتوا لي كتير في التعليقات، والنهارده الشغل ببلاش، بس حابه اقول لهم ان احنا هنشحن جمله وقطاعي بنفس السعر. بنفس السعر ب 27. واقل حاجه للشحن قد ايه؟ 1000 جنيه. 1000 جنيه شحن، تمام. بس الحاجه الوحيده اللي عمالين ياكدوا عليا فيه ان هنا ممنوع فتح الكيس، ممكن مثلا نعرفك مقاسك من حته واحده، يعني صقر هيقيسكم مثلا قطعه من هنا وكله نفس المقاس، يعني هيقيس القطعه حتى لو انت مش عارفه مقاسك ايه هنا، هيقيس القطعه ويجيب لك على اي موديل تحبيه، بس تسيبي الكيس زي ما هو كده لان بيبهدلوا الكيس، سيبيه زي ما هو هيديهولك على نفس مقاسك، صح كده؟ هنبدا اسعارنا ب 27 جنيه. ب 27 جنيه السليبر، ب 27 جنيه. بصوا الجمال باشكاله ده قطيفه، ب 27 جنيه. قطعي برده يا جماعه بنفس السعر، حلو بالوانه. حاجه عند السوري كده اهو، ده بصوا الجمال، الله حلو ده، نفس السعر اهو يا جماعه على 27 جنيه، تسلم ايدك، تمام. بصوا ده المقاسات لحد كام؟ من 37 ل 41، لحد 41، حلو قوي. بصوا كل ده ب 27 جنيه، تمام. احنا لنا قطعه وهو قطعه نخف معانا، والله تحفه ده، حلو قوي ده برده على 27، المقاسات لحد 41 يا جماعه معانا هنا في المكان، تمام. بس التشكيل والله خطير، كله ب 27، حلو حلو قوي ده. النهارده معانا على 27، ده على قطيفه يا جماعه، شكله حلو ب 27. طيجرات، انا قصدي الملمس بتاعه قطيفه يعني، والسيور في منها اشكال، ولو في حاجه بالوانها هتلاقيها. بص ده برده ده على 27 جنيه، عايز اقول لكم خفيف قوي قوي والله العظيم، تحفه يعني. انتوا لو جايين بس ايه المشكله هنا، هتيجوا يقيسك يعني، ده مثلا ايه 38، هتقيسيه 38، اختاري اي موديل 38 يجيبهولك، تمام. بصوا الجمال ده، كل ده برده 27 جنيه، حلو قوي قوي ب 27. ده الكافيار اللي محطوطه الجمال، ودي جديده، الكافيار دي تحفه يعني. بصوا النهارده ده ب 27 جنيه، استنوا اما برده اوريهولكم. بصوا الجمال ده على 27 جنيه، تحفه، حلو، اشكال منه كتير. خرجنا النبيتي بتاعه، النبيتي خطير، بصوا النبيتي بتاع الكافيار حلو قوي ده ب 27 جنيه، مش بتمن سندوتش، بصوا والله العظيم والله حاجه كده ببلاش يعني، والله العظيم تحفه، حلو اهو. ده الابيض بتاعه، لا هو بالوان، بصوا الالوان بتاعته خطيره، الوان اهو، بصوا خطير، شكله تحفه على مهله. بصوا اهو ورينا، بصوا تالت لون حته كده، تحفه، في لون تاني برضه تحفه، حلو قوي على 27. وفي اللون ده اهو، ده داخل فيه الوان، ده سيلفر صريح وده ابيض، كله على 27 جنيه النهارده، تسلم ايديك، تمام. اتفضل ورينا اللي معاك، ده استك صح ولا لا؟ ده سيلين عادي كافيار برضه، عامل زي الاستك برضه ب 27 جنيه، حلو ده على 27، اتفضل. بصوا دي اللي هي الريشه، دي منها الوانها برضه، بالوانها برضه، الحته الحمراء اللي تحتها دي تحفه، دي برضه على 27. بصوا كل حاجه متسعره، كله ب 27 جنيه، يعني اي حاجه من اللي بتشوفها دي ب 27 جنيه، المكان ده كنز يا جماعه والله. ودي حلوه حلوه حلوه، الخيش فيها تحفه على 27 جنيه، كله بمقاساته، شغل السوري، السوري بيتباع بره ب 30 جنيه من قلب الورشه، احنا بنبيعها ب 27 جنيه، تمام. حتى لو لقيتوه على عربيه رخيص بره بتلاقوه ب 35 ب 38، انتوا هتاخدوه كله ب 27 جنيه، الشحن من 1000 جنيه، شكلي ب 1000 جنيه هيتشحن لكم، الله الله زار الله زار اهو يا جماعه، ب 27 برضه، على الوانه بقى اسود ابيض، وعايز اقول لهم الخيش موجود منه بالوانه، يعني احنا اختصارا بس للوقت مش اكتر.
ده حلو ده أستيك. السير ده ده أستك بقى برضه ب 27 جنيه حلو على 27 برضه اهو يا جماعه اللازار البيج اي حاجه بالوانها كل حاجه هنا موجوده بالوانها حابه اقول لكم بصوا السيور العريضه موجود ده موجود حلو تمام اللازار البيبي بلو بصوا الحته اللي جايه دي جامده بصوا الجمال دي النهارده ب 27 جنيه قطاعي حلوه حلوه شكلها خطير اه بصوا الالوان الالوان دي كانت عايزه الصيف وجمال اه ب 27 العرايس تلحق تعالي شكلي من هنا هتاخدي 10 سليبرات ب 270 جنيه مش بثمن سليبر هتجيبيه من اي محل بره يعني حاجه كده فخامه والشيء الاسود ده الخيش برضو آه خيش في النسيج اللي هو اسمه ايه كورشيه ده حلو قوي ب 27 يا بلاش يا بلاش حلو بصوا الجمال اهو على 27 جنيه كل شكل هنا هتلاقي منه كذا لون مش لون الله واحد الله ده تحفه ده شفنا منه لون تاني الريشه بس في البيج مختلف تحسه حاجه تانيه 27 والابيض بتاعه كله النهارده ب 27 اللي بيحب الوش العريض على خيش برده اهو وش عريض على خيش برده ب 27 جنيه اللي عايز يفتح مشروع اللي عايز ياكل عيش الحاجات دي ربنا هيراضيكم فيها قوي لاني استحاله لو خدتيه بعتيه ب 30 ب 35 والله في العتب هنا بيتباع ب 35 يعني ربنا يكرمك ده النهارده معانا برده على 27 جنيه برده تحفه حلو حلو قوي الشغل ده بحب الشغل الهادي الشغل الهادي الله ده برده ويمشي امهاتي وخفيف برده يا ساره مش تقيل حلو ده ب 27 جنيه كمل معانا هنا السوري السوري برده بصوا الجمال كل ده ب 27 جنيه الوان بقى من ده كتير يعني اي حاجه بالوانها على 27 شغل الخيش فوق وتحت الخيش الله حلو 27 بص كله نفس السعر كده يمكن ب 35 جنيه يا باشا ب 27 جنيه الله 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 بقول لكم شغل عريس حلو ب 27 برده تسلم تمام بقى لنا فتره ما صورناش وكنت فاكره الاسعار هتبقى اغلى من كده بس الحمد لله والله تحفه على 27 وش عريض برده ب 27 جنيه تمام شغل الصباع برضه عندنا ب 27 جنيه برضه ده الصباع ب 27 ده الصباع ب 27 جنيه حلو ولسه برضه ب 15 جنيه موجود زي ما هو عندنا سليبرات ب 15 هنشوفها معانا في الفيديو برضه الميزه هنا ان انت بتاخدي جمله وقطعي سعر واحد يعني لو عايزه حته زي كده هتاخديها ب 27 جنيه هتاخدي كميه هي ب 27 جنيه وده عرض حلو ده ب 27 شغل العرايس بص يعني بص العرايس حاجه قمر ب 27 جنيه تسلم ايدك تمام تعالي يا عروسه شكلي وخدي 10 ب 270 شكليهم بقى زي ما انت عايزه انا في اشكال هناك حلو قوي كل ده معانا برده يا جماعه على 27 فيديو النهارده خطير والله العظيم بجد ده مختلف عن الابيض الاولاني برده حلو شغل السيليكون ب 27 جنيه مش بتمن حاجه كل شويه اقول لكم مش تمن سندوتش هتجيبوه وريني الله الله يعني بصوا الجمال ده كل ده ب 27 جنيه تحفه حلوه بجد تسلم ايدك على 27 بصوا اللي جاي كمل لنا دي برده ب 27 حته خطيره على 27 جنيه كل حاجه بتشوفوها هنا بالوانها يعني مش اللي انا بوريه لكم بس لا في الوان ودي لازار برده ايه على 27 جنيه الرمادي هي كل حاجه بالوانها ورينا اللون المطرقع ده بصوا الجمال ايه الجمال ده ايه الجمال ده 27 جنيه حلو حلو قوي السيره ابو 27 طول ما انتم ماشيين انا عايزه اقول لكم في حاجات بنعديها عشان وقت الفيديو في شغل كتير ما جاش معانا بس كله ب 27 جنيه بصوا الجمال على 27 حلوه الحته دي بصوا انا بوريكم بس ايه موديلات دي الاسود في منها الابيض التاجر اللي انا وريته لك اللي هي موسلين ابو وش اه دي الوش العريض بتاعها كله النهارده ب 27 انا عايزه اقول لكم كميات والمخزن ما شاء الله في شغل كتير ده يمكن للعرض بس صح كده حلوه دي ب 27 يعني بصوا الالوان بصوا الجمال كله ب 27 جنيه حته تحفه استنوا بس ما اوريها لكم بصوا ده كله بالوانه ب 27 جنيه الريشه دي بالوانها اهي في منها الوان كافي واسود والوان ب 27 جنيه الاسعار اللي بذكرها لكم دي كلها للقطاعي البيج بتاعها كمان الريشه اهي يا جماعه اي حاجه ب 27 جنيه والاسود وجماله في منه الابيض والبيج والكافي كله النهارده ب 27 جنيه حلوه الموديلات اختلفت تطورنا كتير بصوا كل ده ب 27 بقالي كتير ما جتش بس الشغل النهارده غير
وبنفس اسعار زمان يعني ما غليناش كتير. اه رموز بس اه حاجات بسيطة تحفة برضو. بصوا ده برضو على 27 جنيه شغل عرايس. الحقوا بقى الحقوا الشغل ده. الله تحفة حلوياته 27 برضو. اتفضل خطير على 27. ايه الجمال ده؟ كل الشغل ده النهاردة ب 27 جنيه بأشكاله كلها يا جماعة على 27. ورينا اللي معاه. بصوا حلو على 27 جنيه برضو خطير. تسلم ايدك. اتفضل ده ده باشا الكروازيه دوت. ده كروازيه حلو على 27 جنيه. وعندنا سليبر ب 15 هوريها لكم. بصوا كل ده معانا على 27 جنيه حلو. بصوا وش اسدي وش اسدي. طب بص بالوانه يعني انت مديني كده ثلاث الوان. انا بس عايزه اجيب لكم اهو اهو وادي اللي الرابع. لا ده موديل اه ده نفس الموديل بحسبه موديل ثاني اهو. كل ده معانا قلنا بكام؟ 27 جنيه. انا عايزاكم تاخدوا سكرين على اي حاجه بعرضها لكم وتيجوا تقولوا عايزين بنفس السعر ده على 27. الاسعار دي اللي عايز بالقطعه. الريش الازرق الريشه الازرق تحفه. الازرق بتاعه برده على 27 حلو خطير والله ما تمن. عايز اقول لكم سليبر بيتي مش خروج ب 27 جنيه بتوكه ومدلعكم الشغل اللي لميع اهو الاسود بتاعه بتاع الكافيار على 27. تسلم ايديك. تمام شغل الخيش المفرغ اهو يا جماعه. انا بس بوريكم ايه موديلات سريعا كده. حلو ده برده كل ده ب 27. تسلم ايدك. تمام حلو الجمال ده. شغل الكافيار برده ده استك ولا لا؟ شغل كافيار اه كان في لميع استك. كل ده ب 27 حلو جميل. تسلم على 27. بصوا ده ايه؟ دي شغل طب ده. عامل كام ده؟ 120 جنيه. 120؟ ده ب 120. تمام هو تقيل سيك 120 تقيل شويه. تمام. عايز اقول لهم الشغل اللي هو ب 27 جنيه موجود منه كميات كميات يعني كل شنطه فيها الموديل بلونه. في منها شنطه 10 حتت على بعضها 10 قطع للي عايز ياخد جمله. تمام بتاخد الشنطه كده 10 قطع بمقاساتها. ده بالنسبه لبتوع الجمله يعني يعتبر الشنطه داسته زي ما بنقول بتتاخد معاكوا جمله. ده اللي بتاع الجمله. بالنسبه للقطاعه تاخده من هناك بالقطع عادي صح كده. الشغل ما شاء الله كتير جدا. هم مسهلين عليكم. عايز اقول لكم ان هنا تصنيع يعني دي المواد اللي بيصنعوا بيها. احنا جايين اه الخامات بتاعتهم دي الخامات بتاعتهم اللي بيصنعوا بيها وفي جوه خامات ثانيه. انا بس ايه الجزمه ب 35 جنيه اللي الناس بتقول 55 جنيه. بصوا كده الجزمه معانا ب 35 جنيه حلوه بس الكيس مش مبينها. استاذنك معلش في دي. بصوا قلنا ب 35 جنيه والاسعار دي قطاعي بنفس السعر كده. بصوا ب 35 جنيه والله يا بلاش يا بلاش البلاش كمان حلوه. عندهم كل الحاجات اللي بيصنعوا بيها موجوده عندهم يا جماعه. هم مصنع يد اولى. كل ده ب 35. انا بس بديكوا عينه من الشغل. ودي اللي هي الفيله اللي بيلبسوها في الشتاء على طول دي ب 35 جنيه. استحاله تسمعوا الاسعار دي في اي مكان تاني. بصوا الجمال حلوه على 35 جنيه والله شكلها شيك. 35 حلو قوي. اه دي هي اللي احنا عرضناها ب 35. تسلم ايدك. تمام نكمل بقيه العروض. بصوا 35 جنيه كل ده على 35. بصوا اهو يا جماعه اه دي صورناها ب 35 جنيه حلوه. تسلم ايدك. الشغل كميات زي ما انت شايفين وفي جوه يعني في شغل كتير جوه. الحاجات دي بس للعرض للي عايز ياخد واللي عايز كميات زي ما قلت لكم مقسمينها لكم. كل شنطه دسته بمقاساتها بلونها عشان تبقوا عارفين. في تكمله برده للشوزات دي 35. ايوه ده برده ب 35 جنيه. عندنا 35. كل دي اسعار يا جماعه قطعي وجمله سعر واحد لكل متابعين مكه على 35 جنيه زي ما انت شايف. نشوف بقى ابو 15. بصوا كده دول كمية انتوا عاملينهم اللي بياخدوا 15. طب ورينا منها. بصوا هوريكم. بصوا ده 15 يعني ده سيول كده ب 15 جنيه زي ما انتوا شايفين. ده حاجه زي كده برده على 15 جنيه يا بلاش حلو زي ما انت. تمام بصوا ب 15 وده برده 15. ايوه يا باشا دي بتبقى قطع مكسره صح 15. كل ده ب 15. رزق اللي يجي ويلاقي مقاسه بقى من كل ده ب 15 جنيه حلو. بصوا الاورنج اللي جاي ده ده برضه على 15 جنيه. وشغل عرايس برضه والله. اه حلو. وريني. والله حلو لو عروسه جت شكلت برضه من ابو 15 هتاخدي 10 حتت ب 150 مش بثمن قطعه. يعني ال 10 بثمن حته. يا بلاش حلو. كل ده معانا على 15 جنيه. تسلم ايدك. في حاجات كتير من ابو 15 انا بس عايزه اوريكم. بصوا في شغل فوق اهو ده ب 15 جنيه يعني حاجه كده ولا الهوا. بصوا فروه ب 15 جنيه. بصوا الجمال فرو العرايس على 15 جنيه. تعالي شكلي لك اربع خمس حتت كده فرو مشكلين
بسليبرات لو هتقعدي بيهم في البيت على العباية ب 15 جنيه. تسلم ايدك. نكمل بقية عروضنا بقى. وده عرض كام ده؟ هنا بقى عرض 27 برضه بقى، بس هنا الفرو والبيت. الفرو والبيت حلو قوي 27 جنيه. بصوا بصوا انا عايزاكم بس ايه تشوفوا كام لون، افرد لي اللونين التانيين جنبهم كده، بصوا الجمال ده شكل كل ده معانا على 27 جنيه. اربعه كتير على ايدي عذرا. بصوا حلو قوي ب 27 جنيه، شكله شياكه فخامه. حلو ده برضه حاجه كده، وبرده مقاساته كلها متاحه. بصوا في الموضه ده برده حلو. افرد انت بقى يا فقر. كل ده بكام؟ ب 27 جنيه. كل اللي انتوا شايفينه ده على 27 جنيه قطاعي، وبنشحن محافظات كمان. بصوا كام لون، 2 4 6 الوان منه على 27 جنيه. حلوه الحته دي، تسلم ايدك. تمام دي موضة. حاجه ثانيه على 27 تمام. حلو. العروسه تيجي تشكل بقى يا جماعه، والله العظيم الشغل ده ببلاش والله يا ما. والله ببلاش. قلت لك ان احسن عروسه تيجي هنا مثلا لو معاها 400 جنيه هتاخد كل حلو تلبسها دلوقتي وتلبسها بعد ما تتجوز. بص كمان بص كل ده ب 27 جنيه. حلو قوي قوي، تسلم ايدك على 27 جنيه ببلاش. يعني ممكن تيجي تاخدي مثلا 20 قطعه في 27 جنيه، مش هتكملي 500 جنيه. ما انا بقول مش هتكملي 550 جنيه. في حاجات برضه ببلاش نظيفه برضه، في حاجات نظيفه. بص كل ده النهارده معانا على 27 جنيه القطيفه باشكال، والموديل ده برضه في منه الوان شايفاه هناك. كل ده على 27 جنيه، تسلم ايدك. تمام. عايزه اقول لكم كل ده معانا ب 50 جنيه. بصوا كل ده لحد الاخر ب 50 جنيه قطاعي. بصوا عمركم شفتوا، استنى لي بس الجمال ده. تاخدوا ده ب 50 جنيه تلاقوه فين ده؟ قولوا لي، قولوا لي تلاقوا حاجه زي كده ب 50 جنيه فين؟ بمقاساتها وقطاعي، واللي هياكل عيش ربنا يكرمه، والله العظيم تحفه. معلش يا صقر. بصوا كل ده ب 50 جنيه، حاجات من بتاعه زمان، شياكه فخامه والله. بصوا بالوانه، بيج ابيض اسود ب 50، والذهب مخبي الذهب. بصوا الحلويات كل ده معانا النهارده ب 50 جنيه يا جماعه. احنا موجودين عند صلاح عتبه القاهره العتبه، الرويعي، ممر الديبه ولا ممر ايه؟ في ظهر جامع الجوهر على طول يا فندم. في ظهر جامع الجوهر على طول. انتوا بس وصلوا شارع العسيلي، قولوا فين صلاح عتبه. عند السنترال بتاع العتبه، قولي فين صلاح عتبه بس، هيتوصلوا هنا بكل سهوله. واللي يجي يقول جاي تبع قناه يوميات مكه شغل كميات، ده للعرض بس. تمام. في ايه تاني معانا؟ بص بص الجمال ده النهارده ب 50 جنيه يا بلاش، ببلاش ببلاش الا ربع، ب 50 جنيه حته فخامه. تسلم ايدك. تمام على 50. بص كل حاجه بالوانها. بص الجمال ده برده حلو، كل ده ب 50 جنيه. تسلم ايدك كده. تمام على 50. لا ده لسه في لونين تاني. بص الجمال ب 50 جنيه يا بلاش، يا بلاش قطاعي بنفس السعر ب 50 جنيه. بص الذهبي وجماله، والله عمري ما تخيل ان ده يتباع ب 50 جنيه، حته كده فاخر من الاخر على 50 والله جنيه. والله يا مكه لو قلت لك ان ده بيتباع ب 100 وب 120 عارفه الناس عارفه، هي الناس عارفه. الحاجات دي يا جماعه اللي هي الكعب الوسط، لا عالي ولا واطي، اللي هو الكعب ده على 50 جنيه، فدي حاجه ببلاش. شغل العين بقى لو محسود تعالى خد من عندي شبشب عليه. هات لي بس بقيت الوان ب 50 جنيه، ركزوا معانا. بصوا الجمال ده، دي رسمه ثانيه. لا عين برضو يا باشا، بس عين ثانيه في منها الوانها، في الوانها برضو. بصوا دي كلها عيون، استنى لي ياخدوا سكرين. بصوا اي عين من دول ب 50 جنيه النهارده، اي شبشب ب 50، الفردتين مش بنعمل اعلان. أيوة. على فرده. بصوا الشبشب ب 50 جنيه. طب والله حلو قطعي يا جماعه، حلو حلو. في حاجه فراشه برده يا مكة، حاجه كده فاخر من الاخر. بصوا الجمال، الحاجات دي عرض، في كميات جوه، دي للعرض وبس، اللي حابب ياخد. وعندنا شحن، اعدل لنا ايدك بقى عشان تبان. بصوا الجمال دي النهارده معانا على 50 جنيه، الفراشه بالوانها ب 50 جنيه وبس يا جماعه، يا بلاش النهارده والله تحفه. بصوا الجمال شكلها حلو قوي على 50 جنيه، تسلم ايدك. تمام. رزق اللي يجي وياخد من الشغل ده النهارده عند صلاح عتبه، اسعار زمان رجعت لكم تاني النهارده يا جماعه. نكمل بقى ومعانا اطفال 25 جنيه، ب 25 جنيه، 25 جنيه. شبشب الاطفال ب 25، والله ب 25 جنيه. ايه الجمال ده يا ناس؟ والله العظيم فخامه، الشكل تحفه والله. ب 25 حلو على 25. ارخص بس. مكتب تجيبوا ليه العتبه هنا، تاخدوا منه كوتشيات وجزم وسليبرات، شغل بيتي وخروج وببلاش. ده كله شكل واحد ب بادئين من 15 جنيه، ده ب 25. تسلم ايدك. بصوا الشوزات دي ب 35 اللي احنا شفنا زيها جوه. بصوا كده برده ده كام؟ 25 جنيه برده. 25 جنيه، 25 جنيه كميات للي عايز جمله. شغل ورش مهم يا جماعه الشغل ده على 25. ما انا بقول لهم كل ده ب 25 جنيه. تسلم ايديك. تمام حلو. عندي بقى الصابون بتاع الشتاء، صابون شتوي. بصوا الجمال،
استنى لما اجي لك كده عشان الاضاءه بقى ورجلي هتتبهدل من الشمشب دوت وكده. اعدل لنا بس، هات لي الوان وكده. اهو يا باشا الصابو ده بكام؟ 35 جنيه. 35 جنيه الصابو على 35 جنيه مقاساته لحد 41. حلوه حلوه قوي يا جماعه، حاجات حريمي. بس على حاجه ثانيه دي عين، حاجه ثانيه. اه على قماش، على قماش 35 جنيه. بصوا الجمال، هات بس وريني. 35 جنيه 35 كل رسمه مختلفه. اتفضل بقى ده معاك 35 جنيه. بصوا كده واعدل لنا وش عشان نعرف نشوفه. كل ده معانا ب 35 جنيه. كتير. ايه الجمال ده؟ بس عايزين فلوس بس، تعالى خد اللي انت عايزه. خد طب اعدل لي وشهم بس عشان يبانوا. معلش يا صقر، كل ده معانا النهارده على 35. ثانيه واحده ياخدوا عليهم سكرين، الحقوا خدوا سكرينات. كل ده النهارده معانا ب 35 جنيه قطاعي لكل متابعين مكه، بنبيع من اول قطعه بنفس السعر. كمل معانا ايه تاني معانا النهارده يا صقر؟ الكوتشيات شايفه 80 جنيه. كوتشي كده ب 80 جنيه. كوتشي ب 80 جنيه يا بلاش والله. بنفس السعر والله تحفة. كل ده ب 80. بص كوتشي، كوتشي خروج وطب خفيف والله يا صقر. والله يا مدام شغل حقن يا مدام. والله العظيم خفيف ب 80 جنيه. مقاسات لحد 41؟ ب 37 لمقاس 41. لحد 41. المكتب يعتبر كله حريمي واطفال، بس الشباشب البلاستيك فيها رجاله. تمام. عشان بس للعلم. حاجه برضه ب 80 جنيه. ده ب 80 جنيه. يا بلاش. يا بلاش يا بلاش يا بلاش الحقه. 80 جنيه. ورزق اللي يجي وياخد من الحاجات دي. معلش انا حد هيلاقي كوتش ب 80 جنيه دلوقتي؟ كوتش زي كده ب 80 جنيه. عمركم تتخيلوا ان ده ب 80 جنيه؟ حد هيلاقي بوت زي كده هو ب 100 جنيه؟ لا لا استنى لي بقى، ده البوت ده اللي حكايه. ده نبداه جنيه. ده. بصوا كده البوت اديني جنبه ب 100 جنيه. ب 100 جنيه بوت حريم يا جماعه. سيستة ورباط. يا بلاش والله العظيم تحفه لحد 41. اللي فيه والنعل بس. مقاسات ولا؟ من 37 ل 41. 41 ب 100 جنيه. بص انا عندي بوت برضو اطفالي. بوت اطفال، كل حاجه متسعره. 100 جنيه. بص كده. معلش يعني كل ده ب 100، تجي لي كده عشان الاضاءه. بص اللي فيه. حلو، حلو ب 100 جنيه. بوت اطفالي ب 100، يا بلاش يا بلاش. بص يا باشا. بص اللي جاي، ده في الوان منه. يا باشا للاحزاب. اه. بصوا كده، ده بياع الغلابه. ب 100 جنيه والله العظيم. ده شموا شموا وفرو ب 100 جنيه. ازاي بالله عليك انت بتتبقى ب 100 جنيه؟ عندنا احنا ب 100. عتبه بيلبس الغلابه. بصوا ب 100 ولا استغلال الحراميه والله العظيم ب 100 جنيه. شياكه ولازقه كمان من الجنب وشكله حلو قوي قوي. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ لا انت جاي النهارده في ضياع. بص عتبه بيضيع. ايه الجمال ده؟ فخامه، فخامه ب 100 جنيه. عندي بقى حلو. حاجه هنا. عايز اقول لكم في منه الوان واشكال عشان وقت الفيديو. تيجي لي انت برده كده يا صقر معلش. بص ده حريمي؟ حريمي يا باشا ب 100 جنيه برده. ب 100؟ بص ده ب 100 جنيه برده. السعر متسعر. ده النهارده معانا ب 100 جنيه. حريمي بوت ب 100 جنيه. ابيض اسود واللون ده؟ اسود والجملي والبيج. والبيج. ورينا. ورمادي. ورمادي. والله ما حرمكم من حاجه بس ده اطفال. ما في منه برده حريمي بس مش موجود هنا في العالم. اطفال وحريمي ب 100. حلو. ب 100 جنيه. اه شايفاه تحت في منه. كوتشي والله العظيم ما هتعرف تجيبه ب 100 جنيه. احنا عندنا هنجيبه ب 100 جنيه. انا بطلعه بالراحه بصراحه عشان ده مفاجاه. الله ده واخد لولي وشكله قمر وشريطه ستان ده قطيفه. بصوا اهو ب 100 جنيه قطيفه في صوص ب 100 جنيه. حلو. في النعل الابيض بتاعه برضه ب 100 جنيه. وفي النعل الابيض ب 100 جنيه وشايفه بوك جوه خطير وان شاء الله يبقى ب 100. بص الحلويات. بص بص الحلويات. سايب لكم عارفين لما بتحلوا بعد الاكل هو ده الحلو. الحلو. ده الحلو بيجي في الاخر. الحلو بعد الكشري انما احنا هنا الحلو في اخر الفيديو. بص الجمال ده ب 100 جنيه. يا جماله يا جماله النهارده ب 100 جنيه. تسلم ايدك تمام على 100. حلو. تبقى هنا النعل الطبي. النعل الطبي ب 40 جنيه. شغل ب 40 جنيه. ايه الجمال ده؟ على 40 جنيه. ده النعل الطبي اهو يا جماعه ب 40. بالوانه وموديلاته لحد لحد مقاس 41. في اشكال تاني برضو كتير. الله الله الله. حلو. بصوا كتير. انا عايز اوريهم بس النعل بتاعه بعد اذنك. بصوا ده طبي اهو والنعل بتاعه خفيف فعلا. حلو حلو قوي. رزق اللي يجي ياخد الشغل ده. ده النهارده ب 40 جنيه. يا بلاش على 40 جنيه. شياكه كتير. كل ده ب 40. تسلم ايدك تمام. في برضه تاني على مهلك. وريني وريني لسه. لسه هنخش لكم على البلاستيك جوه كمان. لسه لسه اسعارنا لسه اسعار زمان. كل ده على 40 جنيه. كل ده ب 40. خطير. حلو على 40. كمل معانا. الله قطيفة. تمام ده قطيفة من هنا يا جماعة. ده برضو النهارده ب 40 جنيه. شياكة. كل موديلات زي ما انتم شايفين. اللي هيجي هنا مش خسران. اللي مش هيجي ندمان عشان تبقوا عارفين ب 40 جنيه. والله خطير ب 40 جنيه.
لحد ما 41. لو جيت هتشوف اللي يسالني في التعليقات ده كله اسعاره قطاعي، بنشحن من اول 1000 جنيه اوردر ب 1000 جنيه واللي يجي المكان ياخد بالقطعه عادي ب 40 جنيه. تسلم ايدك. تمام. عندي جزمه ب 50 جنيه بقى هنا. بص مكتوب 40، تبقى ب 50 ليه؟ ب 40؟ اه لا عتبه كده نزل سعرها. طيب بصوا، اصل انت هتاخده بالسعر المكتوب ده. النهارده ب 40 جنيه مسعرين هما كل حاجه. طب والله شموه قمر ب 40 جنيه. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ استنى لي بس ما نبداها كده. بصوا الجمال، بصوا الشياكه ب 40 جنيه حلوه بالوانها. معلش سوري، دي ب 40، ثلاث الوان اهو يا جماعه. لا ده لسه في ثاني، في ثاني على 40. ده في اشكال ثانيه ب 40. بصوا الجمال، كل ده ب 40 جنيه النهارده. حلوه الشوز لحد 41 ب 40 جنيه، حاجه زي كده ب 40. انتوا جايين على دمار، والله العظيم انتوا جايين على دمار النهارده. نكمل معاكم بقى البلاستيك. عندنا برضو صنادل على 27 جنيه بس في لاد بقى، مش نعلى عادي. اه صنادل حريمي ب 27 جنيه. اشكال كتير ده شكل كتير. بصوا كده اشكالها كلها هي يا جماعه. حلو على 27 تاني. كلها لحد مقاس 41. اه يا باشا من 37 لمقاس 41 لحد 41. اربعه اشكال اهم يا جماعه. كل ده معانا النهارده على 27 جنيه زي ما انتم شايفين. حلو ال 27. بصوا التشكيل ما شاء الله عليه، كل ده ب 27 جنيه يا بلاش. والله حلو كله ب 27 جنيه. اي صندل ب 27. عندنا الاطفال نفس السعر برضو. صح اطفالي وبابي وبيبي برضو موجود. بصوا على 27 جنيه. حلو الله على الجمال. ايه الشياكه دي؟ 27 جنيه. خدي وبيعي ب 30 ب 35 هيمشي معاكي زي الفل. كل ده على 27 جنيه. تسلم ايدك. تمام. بصوا الجمال، كل ده على 27 جنيه. حلو تسلم ايدك. بصوا الحلويات، بصوا الجمال والفخامه، كل ده ب 27 جنيه. حتت شياكه والله العظيم تحفه. تسلم ايدك. تمام. عايزه اقول لكم المكتب هنا بقى كله للبلاستيك، ودي عينات والكميات موجوده في المخزن. دي عينات للفرجه مش اكتر. نبدا من اقل سعر. بصوا كده البلاستيك عندنا ب 15 جنيه. بصوا الجمال، من اول 15 جنيه لحد مقاس كام؟ من 37 لمقاس 41 حريمي برضه. كل ده معانا قلنا على كام؟ على 15. 15 جنيه. باشكاله يا جماعه، اشكاله كتير والوان كتير، كله ب 15 جنيه. تمام. اللي بيتباع ب 25 وكله صابع. اللي بيتباع ب 25 عند 15. تمام على 15 جنيه. تسلم ايدك. تمام. لمقاسات في ايه تاني معايا؟ عندي بقى جزمه هنا اطفالي 25 جنيه. الله للشتا، بيبيهات شتا على 25 جنيه. حلو. بص اللي جاي برضه. كل ده ب 25 جنيه، كيس اهو يا جماعه ب 25. الله حلوه. لحد مقاس ايه؟ 24 ولا 25؟ لا مقاس 26. لحد 26. بصوا اللي في ايده دي، يعني بصوا دي ب 25 جنيه بلاش النهارده والله. ب 25 الوان واشكال برضه يا سلام. بلاشي واولادي على 25 جنيه. تسلم ايديك. بصوا بقى دي حلو. بصوا طب والله حلوه وخفيفه وحلوه قوي ب 25 جنيه. وخروج تنفع معاكوا. هنيجي هنا بابل. كل ده عينات، مش ان مفيش كميات، لا دي كميات عينه. اللي انت عايزينها كلها موجوده. كلها موجوده، الشغل موجود منه كميات. بابل. بابل ده ب 40. ب 40 جنيه. ابيض واسود منه بس. مقاساته. الاسود مش باين من الكيس. مقاساته كام؟ من كام لكام؟ مقاساته لحد مقاس 34. لحد 34 يعني محير. ليه اطفالي ومحير. عامل 40 جنيه اهو يا جماعه. الخفيف حلو. على 40. تسلم. تمام. كروس بقى هنا حريمي. كروس برضه مقاس من 37 ل 41. من 27 جنيه برضه. 25. حلو ده. ده على 25 وخفيف برضه. في منه بقى الوان. حلو ده ب 25. في منه الازرق. الازرق. الاحمر. والاحمر. الاصفر. بصوا كده. والاورنج. كل ده معانا على 25 جنيه. اي سليبر من دول. لحد مقاس 41. لحد مقاس 41. حلو. تمام. تسلم. في منه التشكيل فوق وتحت بالوانه. عندي بقى شكل تاني برضه بنفس السعر ب 25 جنيه. ده برضه ب 25. 25 جنيه. شكل تاني يا جماعه ورينا بس كده تقريبا. 25. حلو. بالوان. يمشي معاك ولادي وبناتي على حسب اللون. على 25 جنيه. تمام. تمام. برضه كميات والوان من كميات اللي انت عايزها كلها موجوده بس. تسلم ايدك. في ايه تاني معانا؟ عندي بقى هنا لاكلوك. لاكلوك. لاكلوك الشتا. شتوي. 5 جنيه. 5 جنيه. طب والله مدلعكم. الاكلوك ب 5 جنيه فردتين مع بعض، الثانيه جوه عشان بس ايه تبقوا عارفين. بصوا كده يجي يقول لك انا خدت فرده واحده بس ب 5 جنيه يا جماعه. الاكلوك اهو ب 5 جنيه يا بلاش. حلو ب 5 جنيه. ده اللي هو الكبير يا جماعه على 5 جنيه. والاطفال برده موجود ب 3 جنيه ونص. ايه ده؟ ال 3 ب 10 قول ال 3 ب 10. النهارده صلاح عتبه هيبيع لكم ال 3 ب 10. ارخص من كيلو القطه. حلو قوي. بصوا ال 3 بيبيعها ب 10، تاخدي 3 تغيري له فيهم ب 10 جنيه. مقاسات اهو الكبير والصغير والوسط. لسه حلو. انا بقى موريك البابل اللي هو. تمام.
الشبابي الشباب اللي هو اه اللي هو المقاسات المحيره ده بقى الاطفال الاطفال والسكان ب 30 كل حاجه متسعره مش تقيل ما هو البابل كده كده خفيف ب 30 الوانات بصوا اشكاله ب 30 جنيه حلو ابيض حلو قوي اسود كل ده معانا على 30 جنيه تسلم ايدك تمام وفوشيا وفوش وكشميري وكشمير ان شاء الله ما حد يحاول كل ده معانا على 30 جنيه الكميات موجوده كلها برضه كل الكميات متاحه عندي كروس اطفال ب 25 جنيه كروس على 25 وجزمه اطفال ب 25 ايه الجمال ده بص الحلويات على 25 جنيه بالوانها اشكالات تمام حلويات تسلم كروس برضه في منه اشكال اشكال فوق وتحت الله اشكال يا باشا الكروس اللي يجي ويلحم شغله كله 25 جنيه بس كله على 25 تسلم ايدك تمام على 25 عندي بقى هنا الشبشب اللي بيتباع ب 80 جنيه و 90 جنيه بصوا بكام ب 20 جنيه الشبشب اهو ده ب 20 هو تقيل شويه سنه مش قوي بس حلو ب 20 مش لازم تمام كلبسات مش لازم كيس كمان يا فندم عشان تشوفيه بس ب 20 جنيه مش ثمن ازازه بيبس ب 20 جنيه حلو ده تمام برضه لحد 41 ده لحد مثلا 40 ده لحد 40 شبابي ده شبابي لحد 40 عندي البابل الحريمي البابل الحريمي من بحاجتي اللي مقاساته بتوصل لحد 41 من 36 لمقاس 41 ده معانا ب 50 جنيه ابيض واسود بس الالوانات اللي موجوده دلوقتي على 50 ابيض واسود بصوا الجمال اللي جاي كل ده معانا على 50 جنيه تسلم ايدك ب 50 عندي بقى شبشب بناتي زي البابل بس يختلف يختلف ده عامل 30 جنيه اه هو زي البابل يا جماعه بس في اشكال ب 30 جنيه ميكي وبطوط وقط وفار حاجه يبقى معانا كل ده ب 30 لحد 36 ده ولا لحد كام؟ لا ده مقاس لحد 32 على لحد 32 مرحله هنا بقى الرجال الرجال عندنا ب 35 جنيه لا ده ب 30 يا فندم اللي تحت فوق اللي تحت اللي تحت ده حاجه ثانيه هوريها دلوقتي بص يعني ده رجالي ب 30 جنيه حلو لحد مقاس 45 ومش تقيل من 42 ل 45 تمام على 30 جنيه اشكال منه بقت كتير النايك والاديداس واشكال كتير والبومه كل ده معانا على 30 واللي فوق برضه ب 30 اللي تحت ده انت مش هتعرف تجيبه ب 150 جنيه ولا ب 200 جنيه من تحت تمام عند عطر هنا ب 35 جنيه وريني اتفرج اوريك يا باشا بصوا كده ده ب 35 جنيه حلو على 35 تحفه تسلم ايدك ب 35 جنيه الشغل ما شاء الله عليه تسلم ايديك بصوا عندنا برضو حاجه زي كده ده ب 40 اه ده شبابي ورجالي شبابي ورجالي نفس السعر اه من مقاس 38 لمقاس 45 ب 40 جنيه ب 40 جنيه يا جماعه باشكاله على 40 وعندي دوت اطفالي بصوا ب 20 اللوك ب 35 جنيه ب 20 جنيه عندي هنا ب 20 جنيه حلو ده على 20 نايف نايف رجالي حلو. 30 جنيه بس 30 برضه مش هغلي عليك واقول لك تسلم ايدك على 30 عندي بقى الكروس السيليكون الاطفالي ب 30 بجد 30 جنيه والله والله حلو والله ب 30 الكروس ده حاجه محترمه اللي الاطفال وخفيف ريشه يا باشا اه بصوا احنا هنا ولا حاجه ب 30 جنيه ابو بلاش كله هتلاقوه موجود هنا تسلم ايدك تمام وتعبتك معايا وشكرا جدا العنوان بالتفصيل هينزل لكم في نهايه الفيديو هسيب لكم الارقام موجوده طول عرض الفيديو على الشاشه للتواصل بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله ازيك يا محمود كل سنه وانت طيب بص بقى اللي مش عارف يوصل لمكتب صلاح عتبه محمود ابنه موجود هنا على الفرشه اهي هيطلع بص احنا واقفين قدام القصر الذهبي اللي عطور برده عشان نبقى واضح معانا اهو وبصوا اول ما هنلف كده هنلاقي جراج العتبه في وشنا والسنترال واللي جاي من المترو هيخرج من هنا بصوا الدخله دي اللي بتخرج منها محطه مترو العتبه بصوا هتدوا ظهركم على طول للسنترال هتلاقوا محمود واقف قدامنا هنا وهسيب لكم برده رقم محمود رقم الحاج موجود طول عرض الفيديو على الشاشه ماشي يا محمود تمام هنيجي بقى العنوان وازاي نوصل مكتب صلاح عتبه احنا واقفين دلوقتي في قلب ميدان العتبه قدامه ده جراج العتبه واللي قدامنا ده سنترال العتبه الشارع اللي في النص ده اللي بنطلع منه من محطه مترو العتبه الناس اللي خارجه دي كلها خارجه من محطه مترو العتبه هتلاقوا الجراج يمين والسنترال شمال هندي ظهرنا على طول لجراج العتبه زي ما انتم شايفين كده هنلاقي محل القصر الذهبي للعطور هعمل لكم عليه زوم كمان ده محل القصر الذهبي للعطور على اول الشارع اللي احنا هندخل منه احنا هندخل من الشارع ده وهنفضل ماشيين وهوديكم لحد
المكتب بكل سهوله. في ناس كتير في الجوله الاولى قالوا لي مش عارفين نوصل، عملت لكم منه فيديو قبل كده، فناس قالوا مش عارفين نوصل، فانا هوديكم لحد المكتب وهديكم علامات مميزه برضو تخليكم ما تسالوش خالص وتوصلوا للمكتب بكل سهوله. هنفضل مكملين وماشيين في الشارع كده لحد اول تقاطع يقابلنا، هنحود على طول يمين. اول تقاطع ربنا يجعلنا من اهل يمين، هنلاقي محمود محمد يحيى رشدان بتاع الكوالين، ده محمود يحيى رشدان بتاع الكوالين. هنفضل مكملين وماشيين على طول يمين زي ما انتم شايفين كده، انا همشي معاكم لحد ما هوديكم لحد هناك، هوديكم بكل سهوله ان شاء الله. هنمشي مكملين كده هنلاقي ده مكتب صلاح عتبة اللي انا هعمل لكم عليه زوم. اليافطه دي هطلعكم برضو لحد المكتب، دي اليافطه اللي عملت لكم عليها زوم، دي بتاعته، هو موجود في الدور الرابع في العماره دي. احنا هندخل ده هنا من جنب محل اسمه النبراوي زي ما انتم شايفين، فرج النبراوي. احنا هندخل في الممر اللي جنبه على طول، بصوا هنحود على طول شمال كده في الممر ده، اول باب عماره يمين هيقابلنا هتلاقوه على طول اليافطه محطوطه فوق، وهوريها لكم برضو دلوقتي. بصوا اول باب عماره يمين قابلنا على طول هتلاقوا على طول مكتب صلاح عتبة في الدور الرابع. هنطلع مع بعض كده ونكمل، بس انا هقصر عليكم بقى السلم كده، واول ما اطلع الرابع اكمل معاكم تصوير كده. خلاص كنا طلعنا الرابع زي ما انتم شايفين، هتلاقوا كمان على الحيطه مكتوب صلاح عتبة ورقم التليفون بتاعه. كده كنا تقريبا خلاص وصلنا الدور الرابع، ده المكتب اللي عملنا منه الجوله النهارده واللي هتاخدوا بيه باسعار الفيديو. ما تنسوش بقى اللايك، واستنوا جوله جديده من المكان، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.